انا مسيطر عليا احساس ب ايه؟ سكتي ليه؟ اقول وما فيهاش من زعل. وهزعل من ايه؟ عندي احساس بان المساله البوليسيه عند حضرتك بقت مساله مرضيه. مرضيه يعني ايه؟ يعني يا خالتي الحكايه انك ما بقيتيش متاثره بمرحوم جوزك. لا 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 لا، انت بقيتي تشكي لمجرد الشك، بتشكي في اي حد. مش بعيد يا خالتي تشكي فيا انا كمان. انت اتجننتي؟ بتقولي ايه؟ يا خالتي يا خالتي انا رايي كده انك تحاولي تشكي في نفسك مره واحده، يمكن ده يغير تفكيري. انت فاهمه غلط يا خالتي. حبي الناس، حبي الدنيا، بلاش حكايه ابنك اللي اتخطف دي تعميكي عن حاجات كتيره حلوه قوي في الدنيا. يا خالتي لازم تقتنعي بان زي ما في ضلمه في نور، زي ما في ليل في نهار. لو سيطرت علينا المقاسي عمرنا ما هنتحرك لقدام خطوه واحده. مش بايدي. امال بايد مين بس؟ بايد الزمن اللي احنا عايشين فيه، زمن الخوف والرعب وعدم الامان. طب ما برضه على ايامكم كان في خوف ورعب وعدم امان، بس مش بالصوره الفظيعه دي. خلاص تبقى كده المساله نسبيه. يعني ايه؟ يعني انا شايفه يا خالتي ان احنا بدل ما نقارن بين زمن حضرتك وبين زمني، نبحث في اصل المشكله، ندور على اسبابها. حضرتك هتكلميني بالطريقه العلميه. هفتح الباب. استنى استنى، انا اللي هفتح. حنين يا قشطه، حنين لبن، لبن. وحياه امك. الله 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 الله، ايه يا مدام؟ في ايه؟ ايه اللي جاب سيره امي في الموضوع؟ بنقول لحضرتك اللبن. لبن ايه الساعه 2؟ لا مؤاخذه يا هاني، بس ما فوتش عليكم الصوت. وكنا هنستناك لغايه دلوقتي. ماني قلت يعني، لكن طالما جبتوا لبن يبقى سلام. تعالى كده. يا هاني في ايه؟ ادخل. يا مدام انت بتاع لبن حقيقي ولا كده وكده؟ يعني ايه يا هاني كده وكده؟ يعني عامل بتاع لبن. ويعمل بتاع لبن ليه يا خالتي؟ عشان حرام. طب 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 ايه ده؟ انت هتتبلي علينا ولا ايه يا عالم؟ ايه حرام يا دبي؟ انت اسمك ايه؟ عبعال. عبعال ايه؟ عبعال المليجي. المليجي. المليجي يعني حرام. ابا يا هانم التاني محمود المليجي. محمود المليجي ممثل كبير مش حرامي. بعمل لكم ايه؟ ما انتوا عالم ما عندكمش رحمه. حد عليا يعني اللي جايب لكم لبن؟ ان شاء الله ما شرفتم. شفتي بذمتك ده بتاع لبن؟ ما هو انت يا بيبي لازم تصبري شويه. اصبر لغايه ما يضرب ضربته ويمشي. بقول لك ايه يا بيبي، ما نغير الموضوع ده. كلميني عن الجماعه اللي سكنوا معاكي هنا في الفيلا. اسكتي يا هدى اسكتي. الجماعه دول لطاف قوي قوي. طب هما فين؟ انا مش شايفه حد منهم. خرجوا في مشوار. راحوا فين يعني؟ راحوا يخططوا اللحم. خططوه ازاي يعني؟ ما اعرفش، الراجل المايسترو بتاعهم هو اللي قال لي كده. اظن انت دلوقتي مش حاسه لا بوحده ولا بفراغ. يا سلام، قد ايه ناس لطاف قوي، بس طلباتهم ما بتخلص. وفيهم شاب قد ايه رهيب وحساس. بيغني؟ لا بيقول شعر. واضح ان انت يا بيبي مهتمه بيه موت. عرفت منين؟ يعني واضح كده من كلامك. تركيزك على شخصيته. الله، ما انت ذكيه، ما تكونيش طالعه يا بنت. ودي وراثه بوليسيه كمان ولا ايه؟ صحيح، انا بحس نحو احساس غريب جدا. اشمعنى يعني بتحس بيه؟ يعني احساس مش عارفه، احساس الامومه مثلا؟ احتمال. ممكن يكون بيفكرك بابنك اللي تاني. بالظبط، سنه من سنه. يعني لو كان فضل معايا لغايه دلوقتي يمكن كان بقى زيه او شبهه او مش عارفه. هو مش عارفه، مش عارفه. وبعدين بقى يا خالتي احنا مش قلنا ننسى الموضوع ده؟ مش قادر انا، كل ما افتكر. ايه اللي يخليكي تفتكري؟ مش بايدي، مش بايدي. الحكايه دي يا خالتي مر عليها سنين كتيره قوي، سنين كتيره مرت عليها. ايوه مرت عليها سنين كتيره، مرت اكتر من 20 سنه، لكن برضه مش قادرة انسى. بقول لك ايه؟ ركزي معايا. ايه؟ ركزي معايا. ركز على ايه بس؟ في حد غريب في البيت. ما سمعتيش حاجة؟ لا أنا ما سمعتش حاجة. لا أنا سمعت. سمعت إيه بقى حضرتك؟ سمعت صوت خطوات. حاجة بتتدحرج. حاجة بتقع كده. مش معقول بقى كده يا خالتي. ايه
مش مصدقاني؟ لا بقى مش مصدقاك. ليه؟ ايه دليلك على كده؟ دليلي اهو. ايه؟ ادي الدليل فندة الشبشب. ايه يعني يا خالتي؟ ايه يعني؟ ايه؟ ما هو ده جسم الجريمة، ده الخيط اللي هيوصلنا للعصابة. عصابة؟ بقول لك ايه يا بيبي؟ واضح ان انت بتتفرجي على التلفزيون كتير وموت. برضه مش مصدقاني؟ لا مش مصدقاك. طب ايه اللي جاب فردة الشبشب دي هنا؟ مجرد صدفة. تقدري تقولي لي فردة الشبشب دي بتاعت مين؟ ممكن تكون بتاعت عم ادم. ادم ما بيلبسش يا باشا. ممكن تكون بتاعت حضرتك. بتاعتي انا؟ حلوة دي. ترجعي يا بنت. صاحبي رجالي. توقعت مين بس يا ربي؟ شفتي؟ ما لقيتيش دليل. حاسة. خليكي عندك، انا اللي حاسة. فاتوتي غاز. فاكياني ايه يا هانم؟ كام دي؟ 29 جنيه. دي عالية كده ليه؟ بس دي مش فاتورتي. معقول؟ أنا آسف جدا يا هانم. اتفضلي يا حضرتك. 19 جنيه بس. ولا دي كمان؟ معقول؟ أنا آسف جدا يا هانم. اتفضلي يا حضرتك. 3 جنيه ويربع، إياك نخلص. ولا دي كمان؟ معقول؟ أنا آسف جدا يا هانم. الظاهر إن أنتم ما عندكوش غاز. سلام. سلام. تعالى هنا. في إيه يا هانم؟ في إيه؟ تعالى. اقلع. اقلع. قلت لك اقلع. اسود. اقلع إيه يا خالتي؟ اقلع إيه؟ اسكت أنت. اقلع. أنا يا يمكن أقلع البنطلون ويا وجدتوني حتى إيه؟ مش هقلع. مين اللي قال لك يا متخلف تقلع البنطلون؟ ما يعني يا هانم، الراجل مننا هيقلع إيه بس؟ هيقلع. اقلع الجزمة. طب افهم بس ايه؟ البس. حاضر. يعني تقلع الفردة التانية. لبست. يا خسارة. يا خسارة ليه يا خالتي؟ طلعت كبيرة عليه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني مش هو، مش حرامي. مش حرامي؟ كده؟ يا ربنا يشفيكوا. يا ربنا ياخدك. يا ربنا.